إلى الإعلام والرأي العام، بيان بخصوص انطلاق المرحلة الثانية لعملية الأمن والإنسانية في مخيم الهول الحسكة. لا يخفى على الرأي العام المحلي والدولي الخطورة الدائمة المتصاعدة التي بات يشكلها مخيم الهول، من حيث تحوله إلى بؤرة لخلايا داعش والعائلات المرتبطة به، وبيئة ملائمة يستفيد منها التنظيم الإرهابي في التجنيد واستقطاب العناصر المحتملة وبث الدعاية التحريضية لخلاياه الطليقة في سوريا والعراق والعالم. 43 عملية إرهابية قتل أو أعدم فيها 44 شخص من مقاطني المخيم، من ضمنهم 14 امرأة وطفلين، وذلك ببنادق ومسدسات كاتمة للصوت أو بآلات حادة، بعد تعذيب الضحايا ورمي جثثهم في أقنية الصرف الصحي. نحو 13 محاولة خطف للقاطنين نفذتها خلايا داعش الإرهابي، وحالات أخرى تركزت على حرق الخيم بينما كان الضحايا نيام، وإتلاف المواد الإغاثية ومستلزمات المواد الطبية والخدمية، مع تصاعد التهديدات التركية ضد مناطق شمالي وشرقي سوريا. حيث تؤكد الإحصائيات المتوفرة للعمليات الإرهابية ازديادها في الأشهر التي واصلت فيها تركيا تهديداتها وهجماتها، بوجود عدد كبير من متزعمي داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى في المناطق التي تحتلها تركيا، والذين يقودون العمليات الإرهابية في المنطقة وبشكل خاص في مخيم الهول والمناطق المحيطة به. إن هذه العملية طال انتظارها وتم تأجيلها بسبب الهجمات والتهديدات التركية الأخيرة، حيث سنواجه في المنطقة والإقليم والعالم الكثير من المخاطر الأمنية إن لم نتحرك الآن. والآن فقط، ومن هنا ندعو كافة الدول والتنظيمات المعنية إلى القيام بواجباتها وتقديم الدعم الكافي للقاطنين في المخيم لحين انتهاء العملية والوصول إلى أهدافها. تجدد قواتنا مرة أخرى تأكيد على التزامها بقوانين ومواثيق حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تنظم آلية التعامل الأمني مع البيئات التي تتخفى فيها الخلايا الإرهابية وتستغلها للقيام بعملياتها الإرهابية. القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي شمال وشرق سوريا، الهول 25 آب 2022. شكرا لكم.